السلام عليكم. الحوجي تعلن استهداف محطة توزيع أرامكو بجدة. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك لتتوصل بجديد الأخبار وشكرا. أعلنت جماعة الحوثي الاثنين عن استهداف محطة توزيع أرامكو في جدة فيما لم تؤكد السلطات السعودية أو تنفي الهجوم. وقال المتحدث العسكري لجماعة الحوثي يحيى سريع في تغريدة عدة على حسابه على تويتر إن القوة الصاروخية تمكنت من استهداف محطة توزيع أرامكو في جدة بصاروخ مجنح نوع قدس 2، وأشار إلى أن الصاروخ الجديد دخل الخدمة مؤخرا بعد تجارب عملانية ناجحة في العمق السعودي لم يعلن عنها بعد. وأكد أن الإصابات دقيقة جدا وهرعت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى مكان المستهدف. وأضاف أن هذه العملية التي وصفتها بالنوعية تأتي ردا على استمرار الحصار والعدوان في سياق ما وعد به القوات المسلحة من قبل أيام من تنفيذ عمليات واسعة في العمق السعودي. وطلب المتحدث باسم جماعة الحوثي الشركات الأجنبية العاملة في السعودية بالابتعاد عن المنشآت الحيوية كونها ضمن بنك الأهداف في عملياته المستمرة. يشار إلى أن السلطات السعودية لم تصدر نفيا أو تؤكد للهجوم على محطة جدة. في الأخير إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد وشكرا.